ايه يا عمو؟ الله، كانت فين القبيله دي كلها لما حدفتونا عند الاشرم هناك؟ ككبش في ده يعني. ايه؟ فاكرني عروس النيل انا؟ كانوا في المضارب. وما هي المضارب؟ اماكن لممارسه المجون. يا عم مجون ايه بقى وكلام فاضي؟ ده انت اللي هتجيب لي مجون. مش كان اتفقنا؟ كان اتفقنا ان انا اروح هناك واموت الاشرم ده؟ وادي الخاتم بتاعه اهو، دليل ان انا قتلته؟ مرحى مرحى. الاشرم ده لما ثبته. اللعنة عليك أيها الليمبي، تبا لك، حيث لا يجد من يخلصني منك. ثق بأنك وجدت من يخلصك من ذلك الليمبي. يا قوم، هذا هو خاتم الأشرم الذي انتصر عليه الليمبي البطل. ايوه، الذي حافظ على اطفالنا ونسائنا. ايوه، وديارنا. اليوم يومك يا الليمبي، رفعت رؤوسنا. ايوه الله. وعليت مقامنا. ايوه الله. وحافظت على ديارنا. ايوه الله. مرحى مرحى مرحب بيك ابو منى. ابو منى على دماغي، ربنا يخليك ابو منى حبيبي، والنبي مردود لك في فرح بنتك ان شاء الله. بص بقى، مخدرات وميه هتبقى نازله يعني عشان الكفار.
يا حسرة على سيدي الذي خسر كل شيء، خسر هند وخسر الكنز وخسر مهابته بين الناس وفضيحته. صهن يا امرأة صهن، اللات والعزة لن أترك ثأري أبدا. تظنين أنني أترك ثأري؟ كليبة أنا، كليبة أنا، كليبة أنا بيني وبين هذا اللمبي ثأرا لا يمحوه إلا الدم. قد أخذ مني هند حشاشة القلب وسيعرف سر الكنز. منذ أن نزل المدينة وهو يدبر في شيء لا أعرفه، ولكن الآن أبصرته. يا لك من داهية يا كليبة، ويا لي من خبيث ماكر. خبيث ماكر، ماء من تحت رمل، لكن يجب أن نقتل اللمبي. لا، لن أقتله قبل أن أعذبه. أجل، نقتلع أظافره، أقلع عينيه من مغلتيهما، نسكب زيتا مغليا في أذنيه. لكن كيف نفعل كل ذلك دون أن يتصدى لنا من يعتبرونه بطلا بين سادة قريش؟ لا عليك بسادة قريش، فأنا كبيرهم وسأقنعهم بأن هريسة لن يقضي لهم ديونهم، وسينفق بذخ على عرس بنت أخيه من الكنز الذي يعرف سره. أيحك يا لمبي، فزت بالكنز أبو عرس هند الليلة. لا عليك، لا عليك يا زيدون، يجب أن نحضر هذا العرس ونفرح لفرحهم. ما يهمك يهمني، فأنت حبيبي وعشيقي. بص حجل هيتحل تحت رجليه. مرحبا مرحبا. ابو منة
على دماغ ابو منى اللي انت بتعمله ده. انا مش انا شايف وبصاص يعني. نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منك وسعيد هتتفرج على الدبايح. يا رجاله منورين. مرحبا مرحبا. الله يخليك الله يخليك. يا حاجه هريسه ايه لما شفنا نقطه نازله ولا اي حاجه؟ الفرح الناشب ده. اني احقد عليك لكنني اهنئك واتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك وان تموت قبل ان تهنأ بها. انني اريد ان اقتلك. نعم اريد ان اقتلك لكن عيني هن تمنعني. عيناها تمنعني. لم نفسك يا عم زيتون. انا مش بص مش هطول معاك عشان انت شكلك سكران. انما انا ممكن اقوم اعلم عليكم بمنتهى البساطه وكده يبقى مات الكلام. انما انا بكره الصبح هتفاهم معاك اما تفوق. ودلوقتي هتقولي حته جبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحيطه. والان مع نزال السيوف احتفالا بعرس الليمبي. ما تقوم تخلص الناس دي. ده شبطانين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه ولا السيوف دي؟ اتعرف في كبده مصق مصق. قتلة يا نهار اسود يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكم كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكم؟ هذه هي زيجاتنا وافراحنا يا لمبي. ويجب ان يكون هناك قتلة. قتلة؟ نعم قتلة. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده. اقطعي علاقتك بيها. مالا زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا وعشرون امرأة ونعجتان. نعجتان وخمسون عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جاية بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكاية دي. ننقط. انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحية اللي انتوا بتعملوها مع بعض والوجبات دي يضيف فرحين. أم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيلة خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيلة الجمال. بخن بخن. مباركا يا لمبي. مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان. ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين يا عم ابو لهب. يا قوم يا قوم بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم؟ الان انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له دروه عشان يخش فيها؟ انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا لمبي الى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج. مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض. ها؟ وابقى عريس
اللمبي بعريس. أجل وأنا أيضا لا أصدق أنني عروس. للمساء هند عروس. أنت تسأل إن أنت تبقى عروسة إنه من صعب عليه إن أنا أبقى عريس. أنا تعبت أوي إنه ده في حياتي. طول عمري كنت بتعزم في الأفراح بس أوجب وأمشي. كنت أخش كده أبص على العريس والعروشة والمعدن في قلب الكوسة واحد عليهم. كنت أقول أنت أنا هتزوجك أنا كمان وأقعد في قلب الكوسة زيهم. بس يعني يعني جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض. يعني ايه بقى انت ايه بقى كلميني انت بقى عن ال كده جوه نفسيه يعني. خير في سلامه وسلامه في خير. سلامه ليه؟ انا بقول لك انت جوه يعني يعني خرج اللي جوه في الحته دي يعني من عندك يعني بعبعي يعني انت بعبعي ماذا تريدين انت بعبعي؟ أجل أحسس الآن وأمس. أجل هو أحسس الآن وأمس. آه يا لمبي. أيوه هو ده الشوق. لقد كنت فتاة بلا قلب بلا مشاعر بلا حنين وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. آه يا لمبي. لما أنا قلبت أمسية دينية كده ليه؟ يا ست ده أنا لو عن تحن عربي مش هسمع الكلام باللغة العربية ده كله. أنا أريد إن أنا أتزوجك ألعب معاك عريس وعروسة. آه فهمتك. أيه. ولكن هناك شروط. أنا فهمت دي. كله بيحب أبو دينا النور والمشعل دي. النور ما مطفي. النور أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ آه المشعل أقصد المشعل. وبعد المشعل في الطوابق وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابوا أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة. يا ست إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا 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 استغفر الله العظيم يا رب. تمام انت اللي منحس الليلة. انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم. امك كمان معانا في الليلة اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة الا البيض. طبيب يعني ايه طبيب معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. أيوة. وتشاهد ما نفعله وكيف نصنع طفلنا. أيوة. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء. نعم. أنا أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها. عيطت عيطت. وأمها. أيوة عيطت كده ويسمعوا إن في راجل جوه. أي حاجة نداري بيها عارنا اللي إحنا فيه. يا بنت اهدي يا بنت اهدي اهدي. أنا هقول لك على حاجة. بص يا بنت يجب إن أنت تهب عليا. وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي هباب حصل. فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خير في سلامه. انا عدلتني من سلامك انت. ادي امشي بقى. واه يا بنت انت دليل عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليله معاه. يا حبيبي. ايه ده؟ قطعت! قطعت انت ليه بتنامي فجأة دايما ليه؟ نامي ده تعبانة. تعبانة تعبانة من ايه يا قطعت؟ تعبانة في الشمس. وقفت النوم يعني. عاجبك كده اهو الصوت بكير جه وانت ما قلتيش أي حاجة. هي لو ما انا بقى عشان خاطر من السجن بقى عشان تمام. أكبر متحية للعالم متاحة لمصر. اجل ما 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 اجل
بقى السجن كله عنده خبر ان سلامات هتشرف هنا وانتوا نايمين على ودانكم. اخص عليكم نسوان لماما، انا الحق عليا اللي بعتمد على اشكال بيها زيكم. مين سلامات دي؟ سلامات دي يا اختي اللي انت بوظتي عليها الهروبة بتاعتها. يلا اسمي تبغوا تحسبوها تضربني؟ ينفع تضرب واحدة في سن امك؟ وانا مالي يا اختي، مش انت اللي شكلتيها في الاول؟ اشربي بقى. وانت يا مزروطة. وانا مالي يا اختي، دي ولية قوية ومفترية، ماليش دعوة بحد. قالت عليك ان انت وليه الاخر. يا نهار مش اسود. وعليك كمان قالت ايه كمان؟ قالت عليك لو انت واقفه ورحنا شادين البنطلون هنلاقيك راجل. يخرب بيت ابوها. ايوه انا بقول اللي قدامي واللي قدامي ربنا. عارفه يا قطاطه، لولاكي كان زماني على عماية. لا وده كمان قالت ايه؟ قالت ام ياسر ايه دي كمان؟ ام ياسر ايه دي كمان يا محلي؟ ام ياسر دي تروحي كده تلعب في اي حاجه ثانيه، الراجل اللي بتاعها تحمي قطاطه؟ لو جت كده هضربها هي وقطاطه. ماشي، لولاكي كنت فضلت على عماية لحد ما المدعوه سلامات تشرف هنا في السجن ويبقى وشي في وشها من غير ما خطط لها ولا تكتك لها. انا قدمتك ام ياسر، ملاب عايزان اقعد في اي وقت. بقولك يا قطاطه، ماشي هو انت من النهارده في حمايتي، وبالنسبه للطار اللي مبيتهولك المدعوه سلامات، لا مؤاخذه تبقى تبل وتشرب ميته. يا احمد يا نهار اسود، شفت الوليه حرشانه عملت ايه؟ بلفت ام ياسر وحطيتها تحت باطها وقال ايه هتخليها الفتوه بتاعتها. انوسه دي والعبان، شكلنا كده احنا الثلاثه مع بعض هنبقى منصبيانها. ده مش بعيد يا اختي تخلينا نمسح بلاط العنبر ونعمل لها حواجبها في السكه. جرايه يا مره منك ليها في ايه؟ ما بقاش اسم على مسمى، اما كعبيتها في مشوار وخليتها تروح ما ترجعش. ايه عدلي بقى كده؟ اهو ما تبص تعدلي. حاضر خلاص كده مظبوط ولا؟ ايوه ده كده مظبوط. ماشي، سي قطاطا. ما عارفه حبيبي تعبي من جوه. عارفه يا تيتا قطاطا؟ زون تيتا قطاطا. هو صحيح جده ضفر لي شعري كذا مره، بس انت بتضفرهولي زي ماما الله يرحمها بالظبط. زي ماما الله يرحمها؟ اللي ماتت؟ الله يرحمها. الله يرحمها. يعني اي حد في الدنيا ممكن يعمل لك التضفيره دي؟ اعملي عصره الاسد. لا يا قطاطا انا ما اقصدش، انا اقصد بس ان انت فكرتيني بماما. نفسي حبيبتي في وشي رغم ان انا اكبر من ماما واعمل منها 13 ست، انها ما تقدري تعمليني زي ماما الله يرحمها. ما تقوليش الله يرحمها. انت وشك مش فارق كده ليه؟ وشي؟ ماله؟ عشان انا قلت لك روز. ماشي؟ ماشي روز؟ اوكي. صلي على النبي كده، صلي على النبي. حطي ماشي يا رب، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يعني عادي روحك؟ اه ايوه. اعمل ايه؟ انا كده. انت رايحه فين؟ رايحه فين؟ بقي تحت اهو. مش سبحان الله، بقي كده تحت اهو. اديني القرم. اعملي كده بقي قدام. ايوه. انت فين يا قطاطا؟ ايه ده؟ هو ايه اللي ايه الخرم؟ في خرم فوق ده؟ ايه هو مناخير يا قطاطا؟ ده خرم المناخير فوق؟ ايوه بق اهو ايوه صح، الخرم بيبقى فوق بتاع المناخير. نعم يا سلام، ده انت عارفه ده زمان؟ ده انا ياما زوقت عراجي، استني عشان اظبط الروج.
لما ظبطت عرايس كانت تجيني بقى العروسه من باب السحريه وكنت والموس عشان كنت بجهزهم واديله العروسه كده في ايده واقول له خلي سالم يا عم كان بيعملوا ليله وبيجوا لي كل ليله خميس بجد؟ معاهم المصحف كنت بزوقها والراجل كان بيتنفخ عندنا تحطي ميك اب حلو جدا. بصي انا كنت يا طاطا دي مناخيري يا طاطا ما انت بتحطي كويس اهو بتلحوسي فوق ليه؟ ما هو وهو بقي اهو انت حطيتي صح. انت بوقك مش مظبوط ايوه بس كده عمي بقى كده حلو نحب اسفافك ايوه بس روحي بقى شوفي نفسك بقى في المراية وهتعرفي اللي عملتي ايه بقى. ماشي يلا وانا دي لسه هزوق ايه رايك بقى؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ تعالي هنا في حاجة حصلت؟ عايزة روسة دي؟ انت عايزة روسة دي؟ ايه ده؟ ايه ده انت بوظت المكياج؟ انا؟ انا برضه اللي بوظته؟ ايوه انت اللي بوظت المكياج بس انا طيب بصي يعني نعمل غيره واحنا بنحكي ماشي؟ لا انا كده كده حدوته طيب؟ ماشي كان حدودة بتاعت الليمبي حبيبك صح الليمبي حبيبك؟ ماشي قولي يا عطوطة قولي وطيب انت كويسة والله خلي المكان نزاد يا كولام مليح ده الكلام ده بيجي للنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. والآن أغمض عينيك يا لمبي. أه تعال أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكون. والآن أيوه. افتح عينيك أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول؟ وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلى بلى أقدم لك هريسة صنم أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله. أصنام كبيرة للمعابد. هيا وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل. أما هذه الأصنام الصغيرة أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل أجل هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها. أيوة. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. أجل أجل شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أجل وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد بربط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو ألم تقل لي في البارحة امبارح في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم ده إيه؟ ده كبير فيه مجده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل أجل فهم مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي أيوة
إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي لماذا لي انا؟ يا ويحكم انتم. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر، ألم أحذرك؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ أنا بلعب معاك، ده زي عامل زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنظ. انت ما تعرفش، انا مش هاجي غير على الكبير لحبة اللي فيهم ده. احذر يا عم، احذر يا لبي، احذر يا رب الناس، احذر. انني اتبرع منه. يا قوم تعالوا وانظروا، أرأيتم إنه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو أوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. ايه يا جدعان، في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، انه يسب آلهتنا وامهاتنا وابائنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم مالك؟ مالكوا عيال كفار الملاذيع؟ انه يسبنا بالكفار، عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتله. تسلم إيدك. عمو الشاهد. طيب الشاهد، طيب الشاهد، عشان الله لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. الشاهد عشان الله أكبر، عشان لا إله إلا الله. جدي، أما أنت فلترحل غدا. لا، فلترحل اليوم. لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي، فيش كلمة خالص يعني. حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كيادة كده، وقعدي افرقي بنفسك. مستكيف انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجالة بعض. ماشي، بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا، مبسوط يا عمو؟ يا قوم هريسة ابن أبي المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة. فليذهب إلى الجحيم، لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة، وننقض عليه ونقتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني، عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي.
الليمبي؟ نعم، حديثك خبز يا سيدي ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. خدمتك كليبة، هل ستنساها؟ لا، بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني؟ كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر، ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم، يا معشر قريش، هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. يا سلاسة الجري، يا سلاسة الجري، ده عباس بقى طري مبسوط. عندكوا مرسى؟ عندكوا مرسى في البيت؟ لا يا قطر، هو الحديد ده بتاع عباس؟ بس جده خلاص ما بقاش بيستخدمه. ليه؟ خلاص بقى. ايه ده؟ ما شاء الله، واو يا قطاطة، برافو. حلوة؟ ايوة جدا حلوة. ده جده ما بيقدرش يرفعه من على الأرض. جدك؟ ايوة. انت عارفة جدك ده لو اديتولي بس كده 25 يوم أبرحه. تفرقي ايه الكلام الغريب ده يا قطاطة؟ أيوة، أبرحه عقارب نحلة ويبقى فاشل فتاوى في الفريق شوي. أيوة كده أحسن. متي تعملي؟ فتنس. فتنس؟ أيوة. متي إيه فتنس؟ يعني عصب كده ويبقى عندي لياقه، فهمتي؟ واقفه من المركز دي بقى. اقفل. اهو. يعني لياقه وفتنس. يعني يبقى عندي عصب كده. لا يا حبيبتي. اسمعي بقى، اسمعي بقى من ستك عطاطا. خبرة السنين والليالي الطويلة اللي عملت مني أنا سيدة القصر. ها. لياقة البيت. وصاها نظر. أنا متيقظة اللي بوى السادر الحديد. عطاطا، خايفة لحسن جده يسمع إن إحنا ممكن نهيص ونرقص وكده، هو بيكره الرقص جدا. يا بنت، هو في بنتي ما بتعرفش ترقص؟ يلا 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 يا عطاطا، أنا بحب الرقص وكل حاجة، بس جده بلا جده بلا بركات. يلا يلا زبنا كده، يلا رقص، شغلين لي حاجة كده، خدم هيص كده. طيب بس على مسؤوليتك، على مسؤوليتك يا قطاطة. انا مش ده اختي، قاعد عشان يعمل فيا ايه؟ هيحبسني؟ ما انا اهو محبوسه. يلا ما تبنيش. يلا بس يا بس 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 ايه؟ اسمي السخان الزفت ده يا قطاطة، مش انت اللي قلتي لي ارقص؟ اسمي اللي انت عمالة تعمليه ليه وشمال ده؟ برقص. هو ده الرقص ده؟ ايوه. ايه البنت مشغله ده؟ مزيكا هاوس عادي يعني. هاوس؟ هي من ناحيه هاوس، ما هي هاوس هاوس. ايه يا بنت المزيكا دي؟ ده بيلعبوا المزيكا دول ولا بيكسروا العده بتاعتهم؟ قولي لي الاول، انت هتتجوزي مصري ولا خباجه؟ لو اتجوزت اكيد هتجوز مصري. مش خباجه يعني؟ لا. يبقى لازم تتعلمي الرقص المصري. I'm not interested يا قطاطة. ايه؟ I'm not interested. يعني يا اختي بتعزيها تانية دي، انا افهمها. يعني اقصد مش متحمسة. مش متحمسة؟ اه يا ست، خليني معاكي. افرض انت بقى مش متحمسة وطلع جوزك، ها؟ صاحب مزاج. كيفه انه يقعد كده، وراجل بالطبلية وحاطط الحجارة ومسك الجوزة وجايب بقى لفة الكمام والطرب بقى عشان في حاجات. بتعملي ايه وعندك رؤوسي؟
بتعملي ايه؟ هتعملي له كده اهو الحاجات دي كده وهات تعملي كده. طب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيطلعك ويجيب اي كلبه من الشارع ويخليها ترقص. المهم ان هو يعدي الليله بتاعت السودا اللي بيعملها دي. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ بتعلم راس الشرقي. يلا اعطيني حاجه اجري عشان خاطر تطمني عليها وطمنك عليها. طب يلا تعملي حاجه. طب حاضر بفكر. انت عماله تورطي بدماغك. اعطيني حاجه. خلاص عندي بتاعت الالوان. بتاعت الالوان؟ ده انا ما علمت حضرتك انت ايه؟ سمع جمد وزرور ذكي وتفريز علبة الألوان. علبة الألوان أبو حلوة ماشي. ها هل ترقصي براس الكاريوكا ولا سامية جمال؟ رقصي سامية جمال. حددي يا عطاطا سامية جمال ولا كاريوكا تفرق؟ انت يا دي اختي بتعرفي تعملي الاثنين. انت عايزة ايه؟ كاريوكا انا قفشاها. طب يلا يا اختي يلا بقفل كاريوكا. بزوة ممكن كده من تخيطك فوق ما في عظمة كده. ها مزوة مهم دي حط اللي عشت على بحط اللي عشت دي بحط الصدية. يا قطاطة دي بتفصليني ليه؟ بتفصليني سخنت. تخيطي انت بترمي ايه من دي القاعدة بقى ده وسطي. انت بعمالة ترمي حاجات كده من دي. ازاي تقولي لي ارقص كاريوكا؟ ما دي كاريوكا فين؟ فقالي في الحتة دي الكاريوكا دي. طب ليه بس انت وديها عملتها فين الكاريوكا دي؟ معرفش هي دي راسة الوسطي يا قطاطة. بصي بصي يا حبيبتي دي راسة الحوامل دي. واحدة خامل بتصعد الواد ما ينفعش. هي نميس؟ لا. طب بقول لك ايه انا مش متمكنه بصراحه. قومي انت وريني. هذا وانا انا هقوم انا وانا بخطري ما بدانا ببقى عايزه سقاله عشان اعرف. مزبوط انت رحت فين؟ انا اهو. ايوه اهو. بصي بقى هو في الورقه هو في كده زرقاء بتوعي ديكي زيت هيك يوكا خلاص انت تروحي كده. ايه دي؟ كده ايوه يا سيدي. وانت تعملي كده عشان يبقى بيتي رقصة اني مرزة. ماشي 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 يا ايوه. انت كده بتنده الكلب. خلاص كده بصي بمجازة ايوه. تا بنرقص يا جدو. بترقص يا لميس؟ مش ما في ما ترقص يا عباس بيه. ايه؟ في ايه ما ترقص؟ انت يعني مراتك ما رقصت لكش؟ لا طبعا عمرها ما رقصت. ايه وعدك دي؟ الله ما تقوليش انك مراتك ما رقصت لكش. يا رقصت؟ يبقى خلاص بقى يبقى سيب مسالك بالبيت. انا هنا سيدي تتكسر. سيدة ايه؟ سيدة تتكاس. سيدة تتكاس. يا جدو خلاص بقى اطلع بره بطلنا رقص. اطلع بره في ايه؟ بره. حاضر. خلاص بقى كفايه رقص يا قطاطا. اكفايه انا تعبت. بره. بعد. ايوه. مزبوط. خلاص بقى احنا رقصنا ولعبنا وهزرنا. مزبوط. ممكن بقى تكملي لي حدوته الليمبي؟ الليمبي. يا حبيبي اهو اهو جاي لك اهو شبه. ايه يا عم ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا افهمك. غزوه يعني حطوا له السكينه في الكلاوي. لا عم قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المن في المفرق الاخير. حقا اين الكنز؟ لقد قلت انك ستعترف في النزعه الاخير وانت الان تموت. اين الكنز؟ ايوه كده حاسسني ان انت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا الى بيت بني هريسه. هيا 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 هيا. لن أتركك لنا في مكانك. أنت بعد أريد عايز مية؟ هات كوباية مية. سأحضر القربة. القربة أنت هتسقي جمل بعود الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم أنت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات؟ ده أنت مسافر دلوقتي يعني. هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوباية. أريده إيه تاني؟
من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعده استودنت. اريد ايوه اريد شربة خمر معتق. شربة الخمر معتق؟ انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو قول لي الكنز فين بقى؟ خلينا اخلص ده. ايه يا عمو الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعموك ولا ايه؟ عمو 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 مالا مالا يا مش بنت العلامة العلامة خلاص الكن العلامة سكر سكر الندى ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذن هيا بنا. هيا بنا لا هيا يلا هنودة هيا. السيد زيتون هل فارق هريسة الحياة حقا؟ ده مكان وفاشة إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أشر إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانب الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع! لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب وألماس ويقوت ومدخول. خش خش جوه. هيا يلا نوفين دي بعد وقتي. ديانا ديانا اجري بنت اجري بنت. يا إلهي يا إلهي لقد هربوا بالسر وضع الكنز. طبا طبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان. لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. اخرقوا دمروا خربوا. لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. أنت انظر إلي، هل رأيت رجلا مسرعا مرة من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن الليمبي. هل تعرف الليمبي؟ الليمبي اسم عجيب عجيب. وماذا تريدون مني؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل سيسلك جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذهب، إنه أقذركم وساخة. إنه رجل أبلة وهكذا زوجته. هيا بنا هيا بنا نبحث. هيا رجال. جبتني؟ ما يعجبني
يعجبني فيك دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي نحن في المتواضع. اجري. حلمي. ماذا نفعل الآن لمبي؟ أقول لك على حاجة، الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرق. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي. المفتاح يا لمبي. المفتاح. 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 ده هو. واللمبي زي ما راح زي ما جه، وزي ما هند جت راح زي الكل زي ما بيقول. نعمت. ومفيش اكل هنا في البيت ده ولا ايه؟ انا جعان قوي. نبيس نبيس. لا لا عيب 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 ايه العيب اللي فيه؟ انا ايه العيب اللي فيه؟ البنت نايمة. عيب وانا مش بتاعة الكلام ده خالص. لا بس عيب. عند واحدة ست محترمة، وانا عايز خاطر البنت ده بت عايزني خدني في الحضانة. انت مخك رافيني فين يا طاطا؟ تعالي عاوزك السجن. السلك؟ السجن. السجن عايز واحد. طب وعطيني ما تحقني راح لبعيد. لا يلا انا بنفكرك حنيت جزء خضاء جزء جزء اخراهم جزء بس انا جزء اهو. بصيرك تحلي يا ابو دبورك يا اخويا. واسع احنا في اوتوبيس. عارف اسماعيل لو دخلت الفيلا دلوقتي مش هتعرفها. الضحكه رجعت لها تاني، البسمه، الحياه بتنمط فيها. لو شفتها وهي قاعده بترسم زي زمان مش هتصدق. ملاك يا ربي قاعد بيرسم. الكلام اللي انت بتقوله ده جميل ومشجع، بس لو حطيناه في مكانه الصحيح وسط الاحداث هيبقى مجرد عارض ما نقدرش نطلع منه باي نتيجه. عرض ايه ومرض ايه؟ بتتكلم كلام عادي، ما انا قعدتك قدام المونيتور تنحت. اسمع يا عباس، انت فايق ورايق، وانا عندي عيانين دافعين ومستنيين، وانا مش فضيلك. من الاخر كده، لميس ما زالت في خطر، قطاطة ما زالت مجرمه وشرها هيطولك ويطول لميس. اتفضل يلا، مع السلامه. تصدق يا اسماعيل؟ إن أنا لولا حالف إن أنا ما قتلش حد من الأربع كان زمانك دلوقتي في الكفن. فوق دماغي ده إيه يا عمر؟ وحياة سماحة وشك دي، واللي ما شفت شبهك على حد، إن سلامات دي أدعاكها تحت رجلي زي الصرصار. السلامات قال سلامات سلامات سلامات، بلا وكسة يا بلا حمات. السلامات. يا سيد. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ام ياسر. ايه؟ السيجارة دي عاملة كده ليه؟ ما تفضحيناش، اشربيها وانت ساكتة وحاولي تداريها. عاودي؟ داريها. لا داريها؟ افضحينا. انت عارفة؟ ايوه. سلامات اللي عاملة هيلمانة دي كان اسم يا ولية. انت فين؟ ام ياسر. ام ياسر. عايزة ايه؟ انت رحت فين ليه؟ انت رحت فين يا ولية؟ قطعتيلي الخلف. انت عارفة اللي عاملة هيلمانة دي؟ كان اسمها سلامات مشاوير، كانت حتة صبية عندي بلقمتها، فضلت تتدحلب لحد ما شربت الصنعة
ولما بعد كده قاويت حربتني وقطعت عليا وسرقت مني الزباين. اعمل فيها ايه دي قطاطه؟ يا وليه ما تثبتي يا وليه، خليني اعرف اكلمك. انا وليني يا مياسر. يا لهوي انت رايح، انت رايح الارض بتلف ولا ايه؟ لا دي السيجاره عملت شغل. دي السيجاره دي اجنبيه؟ لا ايه؟ دي سيجاره محشيه. يعني محشيه؟ اه. ومين ياخدي عنده خلق يجيب السيجاره ويقعد يعور فيها ويحط الرز معاه؟ يا ولية يا سيجاره محشيه حشيش. حشيش؟ وطي صوتك ما تفضحيناش. سيجاره محشيه حشيش؟ تدعي بقى يا ام ياسر، عرفت انت تعرفي الحكايه دي فيا؟ تشربي لي سيجاره حشيش كده؟ ولا ينفع ان انت تعرفي؟ يا ياسر ايه رايك في الوقفه دي؟ هاب كده؟ ايه ده؟ كده ملاكم يا قطاط؟ عرسم ملاكم؟ ملاكم؟ طب عم اعمل ايه؟ لا عايزه حاجه فيها اغراء كده. اغراء؟ اغراء يعني ايه اغراء دي؟ اغراء يعني باز كده سكسي. ايوه عرفت كده اللي هو طب اسلح لك كتفي؟ أصدق من هنا؟ لا لا كده ده كده إغراء. لا أنا ما أقصدش، أنا أقصد تنامي وتعملي باوز كده إغراء سكسي يعني كده بنوتة. بوز؟ أيوة نبي بوز. يعني البوز السكسي كده بتاع البنات الحلوين ده هو البوز كده. النبي أدعك على ما نامي يلا تعالي. ها بوزي دي ورين هرا بيبا بوزي كده أهو وكده دي بيلا كده بيفكر. ايه ده؟ لا كده اخراء. بصي دي سالي. ايوه لا كده ماشي. بس هتثبتي ولا لا؟ اصبر كده حط ده هنا. حط. ايوه اثبتي بقى. اعمل كده اعمل نفسي بقى ان انا بفكر. ايوه بصي في حته تانية خالص ما تبصيليش من كده. ايوه لا بصي قدام 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 لا يا قطاطه نامي. ايه نامي يا قطاطة نامي. أنا بخلص؟ أيوة. لا أمال إيه؟ أيوة ارفعي راسك وبصي. هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ نعم. ما أنت مقعداني هنا ليه؟ برسمك يا قطاطة. برسميني؟ سلام ده أنا ياما رسموني. بجد في رسامين رسموك يا قطاطة؟ أيوة الفنان ده محمود سبيداج. سبيداج؟ أيوة. ده رسام؟ لا بقاش بنقاش قد الدنيا مثلا ده يطلع بصي ياخد العمارة محارة يوم وليلة ويروح على البيت يكمل بياض فيا. طب ممكن تثبتي عشان انت بتتحركي كتير وانا مش عارف ارسمك؟ انا بوز بس هو جسمي اللي بيتحرك لوحده. لا اثبتي وعايزاكي تعملي كده شو كان عارفه الشموخ والدلع وتبقي كيوت تبقي بنوته كيوت. مين صار كيوت دي؟ لا كيوت يعني بنوته رقيقه. بقى اثبتي بقى يا قطاط. هتعملي لي طب اعملي رسمي زي تايتانيك. ايوه زي تايتانيك. عارفاها البنت دي؟ عارفاها. ما تظني كده يبقى جحوره اللي هي الزرقاء. لا بس انت احلى عشان انت يا قطاط عندك كده ما شاء الله كيرفز في جسمك. عندي ايه؟ كيرفز يعني عندك مطبات يا قطاط، عندك مطبات في جسمك عايز ارسمها. طب ايه رايك بقى بصي؟ اعملك بقى ايه؟ عزينه. ماشي. حاضر عزينه. مين يا ابوي؟ بتعيطي ليه يا قطاطة؟ افتكرته. هو مين ده؟ الفنان محمود سبيداج. انت عبقري. صالح. ايوه يا بيه. هات لنا ازازه وكاسين وتلج بسرعه. خلص. حاضر يا بيه. طمني وقعت على زبون سقعه المره دي. زبونه سقعه يا ابن الرجاله دول ما يجيش من وراهم غير وجع القلب، انما النسوان بقى موجودين عشان اللي زينا ينصب عليهم. قوي من كل الله الواحد لولا الحوجه للقرش ما كانش اشتغل عند كلاب زيكم. من كل الله يا قطاطة زهقتيني. سيب الدبانة دي. ما انا لازم بنموت الدبانة دي. كوني ما اجي اتكلم تروح داخلة بوقي.
نزلي ايدك، نزلي ايدك، هضربك بالرصاص. انت هتضربني بالمسدس عشان دبانه؟ جدو دبانه ايه؟ انا في الليدي فيها دبان تلاقيه طالع من شعرك. ليه؟ خرج من شعري ليه؟ هربيه وابيعه؟ جدو من فضلك اطلع بره. ايه؟ اطلع بره. حاضر حاضر. شكرا. انا رسول ده شخصيته قدامك مفيش. عادي عادي. انا اسود. انت عارفة ان انت احلى حاجة في البيت ده؟ جدو! نعم! ارحلوني ما ببوش كده. انت وصلني لحد فين؟ لحد ما الليمبي كان بيهرب. الليمبي مين؟ اللي كان بيدور على الكنز. كنز؟ ايه كنز دي؟ ايه قطعت مالك ما تركزي؟ حد كلمك يا رميس؟ جدو! قلت لك اطلع برا. انا رسول. انا هطلع. شفتي ده جدا؟ مدك بشخصيته عمالة تنزل 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 لما بيحك في العرض. خلصي. ها خلاص مرسي؟ احنا وصلنا لحد فين؟ لحد ما الليمبي كان بيهرب. ها الليمبي مين؟ قطاطة. كملي قطاطة. حاضر بتحرم معك. ليش؟ بص يا ستي. ايه ده؟ لا تضحني مني يا هل. وهبة! لا تضحني مني يا هل. لا خبط امك يا زيتون. هو جاب الاخضر كده ليه؟ وايه اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعن يا سيدي، انت مساعن. سلام عليك. انت مساعن. الله عم الحاج. انت مساعن يا سيدي. مستاهل مع السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته حبيبي حنيني. احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمة بتعمل غير بقولك والنبي. احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوتين شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد في المريوتين يا اما في نصر الدين يا اما في زفت اللبن صح ولا ايه؟ انا مستاهل منك حاجه. مستاهل منك حاجه. ايه انت لابسه ده؟ ايه ده؟ انت بتكلمني انا؟ انت افندي ما يا مسياحكو. ايه؟ افندي ما يا مسياحكو انت. يا نهار اسود انت ملبوس ولا ايه؟ بقولك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب. يعني اركب ميكروباص منين ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر بعيد. امشي على طول هتاخد القصر بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه ما انا بقولك انا اروح السيده زينب ازاي، من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ اركب الحمار. انا على ابن حمار يا جدع ببلاش اللي تعرف. انت من حمار يا جدع. انت من حمار وستين حمار والله حدب بيدي في زرك اطلعك ولا اخرك بره. ايه يا عم الحاج انا بقولك اروح السيده زي ده ازاي؟ ما انا بقولك يا جدع من حمار يا تاخد يا جدع اجري بقى بلاش غلوه بقى. الله انت بتطلع علمك عليا زي ايه؟ بقولك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب اروح ازاي؟ خدي معاك على طول يا اخي. انا ابو ام اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني. بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر محروق الدنيا. محروق الدنيا دي كلها. يلا ربنا شايفك بقى. انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا حبيبي. تسلم الباشا حبيبي. شاكرين قوي. يلا انا مش عارف انت اللي بهرجت ويا افندم ويا ايه. مش فاهم انا انت ايه؟ ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي بهرجت ويا افندم. يا راجل اجل انت تحت. ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ النهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر. قعدت من جنبي وبيجري.